See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. لكم معانا النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا نعمل تريلر رياكشن لفيلم من الافلام اللي المفروض المنتظره اللي هتنزل في موسم الصيف، اللي هو كان مفروض اصلا الفيلم ينزل في موسم عيد الاضحى بس ما نزلش، فغالبا موست بروبابلي هينزل في موسم الصيف مع افلام تانية كده كتير. نزل التيزر بتاعه وليس هو التريلر الاوفيشال، هو تيزر لفيلم مرعي بريمو. تعرفوا مرعي بريمو لمحمد هنيدي، وهو من اخراج سعيد حامد. سعيد حامد ده وحشنا جدا، هو من نوعيه الناس المخرجين اللي افلامهم بجد يعني كانت يعني العظمه بتاعت هنيدي، وافلام كتيره جدا انا بحبها جدا ليه، زي رشه جريئه وجانا البيان التالي، صعيدي في الجامعه الامريكيه، وهمام في امستردام، وحمد يلعب، والناس دي كلها بحب الافلام دي جدا. فهو عاد من جديد معانا في فيلم من اخراجه ومن بطولة هنيدي، فده المفروض ان هو يبقى يعني رجوع قوي لهنيدي، على عكس اخر كام فيلم ليه اللي هو بجد كان في الدروب جامد جامد جامد، خصوصا الانس والنمس. فيلم كان سيء، كان فيه شوية كوميدي بس كان فيلم سيء، مش ده مستوى هنيدي. والفيلم الاخير بتاعه انا لسه متفرج عليه ريسنت، وان شاء الله هعمله ريفيو، اللي هو نبيل الجميل اخصائي تجميل، طبعا كان فيلم كارثة. وده مفروض بقى عودة قوية لمفروض بقى لهنيدي، يعني أتمنى نشوف حاجة عدلة، يعني ده اللي كنت بقى يعني بس ده اللي مستنيه، يعني لأن معظم النجوم الكوميديانز الصف الأول زي هنيدي وحلمي وسعد والناس دي كلها بصراحة بقى مستواهم في النازل أو أفلامهم للأسف بقت في النازل. للأسف هو نزل لنا تيزر بس وليس الأوفيشال تريلر، فمتحمس أشوف التيزر، هو مجرد تيزر صغير جدا. يلا بينا نشوف التيزر بتاع فيلم مرع البريمو على هوم سينما، يلا بينا. بطيخه كده وانا واقف، حط البطيخه. التيزر صغير جدا جدا، هو حرفيا ما فيش اي حاجه حصلت في التريلر، يعني انا مش عارف، هو مجرد افيه ترمى وخلاص على كده. بصوا اكون صريح معاكم، متفائل شويه ومش متفائل، يعني انا يعني مش عايز اجي برضو على الفيلم، يعني لو هاجي شويه على الفيلم لان الافلام اللي فاتت ما كانتش قد كده، يعني انا اسف بس ما كانتش قد كده، خصوصا الفيلمين الاخر دول كانوا صعبين قوي لهنيدي، وانا من محبين هنيدي جدا، بس انا مش عايز اجي على الفيلم من خلال تيزر. يعني حتى احنا عشان نفصص اي حاجه مش هنفصص، يعني لما جينا عملنا تريلر رياكشن للفيلم اللي هو بتاع محمد رمضان الاخير اللي كان اسمه عزيرو، فصصنا كده شويه وبتاع بس ده ما فيهوش اي حاجه فيه مفصص، يعني ده مجرد تيزر كده اترمى، واللي هو لسه هنستنى الاوفيشال تريلر عشان نعمله تريلر رياكشن. فعشان كده بقول لكم للاسف يعني مش عايز افصص قوي في حاجه، او مش عايز اقول حاجه ممكن ما تبقاش هي اللي هي، يعني فاستنى احسن لما ينزل الاوفيشال تريلر. ما اعرفش حتى مين ممكن يبقى معاه في الفيلم، انا سمعت ان هو ممكن غادة عادل، اي ثينك غادة عادل اللي في الفيلم. اختيار انا بالنسبه لي انا اختيار غير موفق لغادة عادل مع محمد هنيدي، ما اعرفش ليه، يعني حاسس ان غادة عادل مش لايقه مع هنيدي خالص. يعني مين ممكن يبقى مكان غادة عادل؟ مش عارف مفيش حد في دماغي للاسف معين، بس انا مش متحمس ان غادة عادل مع هنيدي، يعني حاسس ان الكيمياء ما بينهم مش هتبقى افضل حاجه. يعني اتمنى ان جرعه الكوميديا في الفيلم ده ترجعنا شويه للكوميديا بتاعت يانا يا خالتي، الكوميديا اللي هي بتاعت رمضان مبروك ابو العالمين حموده، الحاجات دي كلها. اكيد مش ما اعتقدش ان هو هيطلع حاجه زي همام في امستردام واسمه ايه ده وصعيدي في الجامعه الامريكيه، الحاجات دي كانت بصراحه كانت فلته، يعني دي كانت حاجه يعني التوب، يعني فاهمين ازاي، ده الجول بتاع هنيدي او السبوت بتاع هنيدي، من بعده داون جريدنج. يعني على الرغم ان في افلام بعد كده لهنيدي كانت حلوه زي وش اجرام يعني، بس ما كانش طبعا زي سعيد وهمام. يعني اتمنى ده يكون قوي، اتمنى، لان الحاجه الوحيده اللي متفائل، انا ما بقتش اتفائل في هنيدي بصراحه، واحترمته جدا ان هو من كام يوم كان تقريبا كان كاتب تويته او كان كاتب بوست ان هو ما تزعلوش ان الفيلمين اللي فاتوا ما كانوش بصراحه كانوا قد كده، هو شخصيا منزل ان كان في الفيلمين الاخر بتوعي ما كانوش قد كده، بس ان شاء الله انتظروا مرع البريمو هيبقى حاجه على قد توقعاتكم والكلام ده كله. فاحترمته جدا ان هو طلع عليه الكلمتين دول بصراحه، بس اتمنى يعني من يعني يعني بعد الكلمتين احتراما وعلى نرفع لك القبعه وكل حاجه، بس اتمنى ان انت تطلع صادق والفيلم ده يعني فعلا
يبقى حاجه جامده، خصوصا ان انا اي بليف ان سعيد حامد. سعيد حامد بصراحه من المخرجين التقال جدا 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 في الكوميديا، فاتمنى ان هي فعلا تكون راجعه قويه، واتمنى ان التريلر ما بقاش مغزل، لان انا بقيت بحس ريسنتلي ان في مصر ان الافلام التريلرز بتاعتها بتبقى سيئه جدا، ولما تيجي تتفرج على الفيلم بقى حلو. زي بيت الروبي التريلر بتاعه كان وحش جدا جدا جدا، ولما اتفرجت على الفيلم عجبني جدا. فاتمنى ان الاوفيشال تريلر يبقى لذيذ، يعني ما يكونش بصراحه دمه تقيل. بس للاسف ما عنديش حاجه تانية اقولها، ان التيزر صغير. انا افتكرت ان التيزر اطول من كده بكتير، يعني حسيت على الاقل طب اديني مثلا 50 ثانيه دقيقه حتى، يعني كرمني بدقيقه. ما فيش، بس ما عنديش حاجه تانية اقولها عن مرعي البريمو. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اللي اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.